نور، وبأولى مساحتنا الصباحية لليوم بحلقتنا الخاصة بمناسبة عيد المعلم رح نحكي أكثر عن طبعا قطاع تعليمي هام شمل مجالات واسعة تربوية، باعتبار طبعا المعلم هو البوصلة لتنشئة أجيال تربويا ومعنويا. هي القطاعات هي شكلت البنى الأساسية في سوق العمل بمجالات مختلفة، منها الكهرباء والإلكترون وتقنيات الحاسوب وغيرها. أكيد القطاع التعليمي المهني قطاع جدا مهم اليوم، كتير مهم اليوم دعم هيدا القطاع في جهود كتير كبيرة عم يقوم فيها الكادر التعليمي وبذل جهود من خلال وزارة التربية لدعم هيدا القطاع، خصوصا لإغناء سوق العمل بخريجين فاعلين منتجين. لنحكي عن هيدا الموضوع أكثر خصصنا له مساحة خاصة بحلقتنا الخاصة بعيد المعلم مع الدكتور محمود بني مرجي معاون وزير التربية لشؤون التقانة. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك، كل عام وانت بخير. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني قطاع التعليم المهني التربوي قطاع واسع، تقريبا عندنا اكثر من 500 مدرسه ضمن مجالات مختلفه مهنيه تجاريه نسويه. خلينا نبدا باهميه هذا القطاع التعليمي. طبعا اولا كل عام وانتم بخير وكل عام وطننا بخير، ورحمه للشهداء شهداء الوطن بالحرب وبالزلزال، والشفاء العاجل للمصابين، وأخص منهم كمان شهداء وزارة التربية السادة المعلمين زملائنا اللي قضوا بالزلزال وأولادهم وعائلاتهم، رحمة للجميع إن شاء الله. بالنسبة للتعليم المهني طبعا هو جزء أو جناح من جناحي وزارة التربية، يمثل المسؤولية عن تخريج وتجهيز الكوادر الفنية المؤهلة المثقفة القادرة على التعامل مع التقنيات في مجالات الصناعة والزراعة ومجالات التجارة حتى والفنون النسوية بكل أشكالها طبعا. طيب خلينا نحكي، بنعرف نحن التعليم بالقطاع المهني مختلف عن التعليم الأساسي، بده جهود مضاعفة، بده تأهيل كوادر مختصة، يعني احنا عم نحكي عن زراعة صناعة تجارة فنون نسوية. خلينا نحكي عن تأهيل الكوادر، قديش فعليا عم يقوموا بتأهيلها من خلال دورات تدريبية بشكل مستمر؟ وبحس اليوم يعني الجانب القطاع المهني بده دعم كبير، لأنه أساسا نحن فايتين على مرحلة إعادة إعمار، فكل الاختصاصات المهنية اليوم السوق بحاجة لها بشكل كبير. طبعا التعليم المهني عموما من حيث المبدأ هو تعليم تخصصي، فكل مهنة تتطلب وجود مهندسين ومعلمين حرف ومعاونين مهندسين من نفس التخصص، وبالتالي محدودية أعداد المهن تتطلب التركيز بدقة على تخصص دقيق لكل صحيح. مدرس من المدرسين. طبعا هذا يزيد من صعوبة الحصول على هذه الكوادر، خصوصا لأنه جانب عملي طول الوقت تماما المهني. يتطلب خبرة ودراسة نظرية من حيث المبدأ ثم خبرة عملية في السوق، فهذا الشيء طبعا ينعكس على كمية أو عدد المتوفر في السوق من هذه الكوادر التدريسية، وهي إحدى أكبر المشاكل عندنا في التعليم المهني بسوريا حاليا، وهي غياب الكوادر التخصصية للأسف خلال فترة الأزمة بالحرب. فقدت سوريا عدة آلاف من صحيح. المتخصصين ومن كبار الخبرات التي بنتها بجهود حثيثة وعبر عشرات السنوات، لكن نعمل إن شاء الله ونبقى متأملين بالوطن، الوطن أمتنا أم ولادة، وسوريا تنجب الكوادر هذه إن شاء الله. المهن الموجودة حاليا بالتعليم يعني حوالي 22 مهنة، طبعا نحن في صدد زيادتها حاليا، كمان الأسبوع القادم إن شاء الله في عنا توقيع عقد لتوسيع مهنة دخول مهنة الصناعات الجلدية من خلال اتفاقيات مع شركات متخصصة بهذا الموضوع. هذا الشيء طبعا يؤدي إلى الحصول على تقنيات جديدة وبالتالي افتتاح مخابر جديدة وتأهيل كوادر جديدة بهذا التخصص. عدد المهن مثل ما حكينا 22 مهنة تتنوع ما بين الكهرباء، الميكانيك، ميكانيك السيارات، التدفئة والتكييف، الاتصالات، التجهيزات الطبية، ميكاترونيكس والعديد من المهن، إضافة للقسم التجاري وقسم الفنون النسوية بكافة أفرعها، ولكن أهمها هو قطاع الخياطة والتفصيل.
اكثر. يعني دكتور محمود، يمكن بنعرف انه قطاع التعليم من اكثر القطاعات اللي تضررت خلال فتره الحرب، وقطاع التعليم المهني ضمن هي القطاعات اللي كان له يعني تاثر كبير بسبب غياب بعض المستلزمات والحاجات الاساسيه لهذا القطاع. ولكن خلينا نقول قديش اثر قانون 38 اللي صدر بعام 2021، اللي طبعا هو لتطوير قطاع التعليم المهني، وخلينا نحكي عن ابرز ما قدمه هذا القانون لهذا القطاع، واعتبار يمكن بعض المدارس هي مراكز للانتاج. بطبيعه الحال طبعا بخلال الازمه فقدت وزاره التربيه الكثير من المراكز المهنيه، سواء مدارس مهنيه او معاهد تقنيه، من خلال تدمير المباني او نهب المستلزمات والمعدات الموجوده في هذه المدارس ضمن المناطق الساخنه. لكن الوزاره دائما تحاول جاهده للتعويض وترميم ما تضرر. من احد اهم اسباب وجود مشاكل في التعليم يعني هو غياب الكوادر بسبب المردود المادي. يعني اليوم انا اي استاذ عندي بالتعليم المهني مثلا هو قادر على انه يفتح ورشه بالسوق، وبالتالي صحيح. لن يعني يهتم بموضوع راتب وظيفه او كذا صحيح. بالتالي من هالمنطلق جاءت مكرمه السيد الرئيس دكتور بشار الاسد باصدار القانون 38 لتحويل المراكز المهنيه والمدارس المهنيه الى مراكز انتاجيه. هذا الموضوع يفتح مجال واسع للاساتذه والطلاب في التعليم المهني بالحصول على موارد اضافيه مقننه نظاميه بدون اي مخالفات، من خلالها ممكن الطالب والاستاذ يحصل على مردود مادي عالي، وهذا يتطلب مهارته ويتطلب صقل مهارته لينزل الى التعليم السوق والانتاج، وبالتالي هو صار ضمن السوق ومنتجه يجب ان ينافس بالسوق المنتجات الموجوده. اذا سيتطرق الى موضوع المواصفات، سيتطرق الى موضوع التكلفه، سيتطرق الى موضوع الجوده. هذا الشيء طبعا يساعد بحل مشاكل كبيره بالاسواق لدينا ايضا، ودخول حوالي 300 مصنع فورا الى السوق المحليه بانتاجها. هذا الشيء يساهم ايضا بايجاد فرص عمل كثيره للكثير من المواطنين غير اللي موجودين بوزاره التربيه، من خلال التعامل مع التجار ووسطاء و حلقة سلسلة الإنتاج والتوريد. هذا الشيء طبعا يساهم في تحريك الأسواق وإيجاد فرص عمل كبيرة للطالب سواء في المدرسة أو بعد التخرج من المدرسة، ويساهم في تخريج فني ومهني ماهر ومؤهل للدخول فورا في السوق بدون الحاجة إلى أي تدريب إضافي، لأنه أساسا هو يعني تعلم في السوق. ممكن يعني يمكن أشرت لنقطة جدا مهمة هي أساس الوجع اليوم في القطاع التعليمي، يمكن عم نعاني من صعوبات مادية جدا كبيرة جراء الحصار الاقتصادي والأزمة والحرب على سوريا. بنعرف الراتب الموظف أو المدرس كان سابقا فعليا يعني يؤدي أو يسنده، اليوم مع الصعوبات المعيشية والاقتصادية واختلاف اليوم بالمردود المادي عن الصرف، في مشاكل كثير كبيرة. يمكن قانون 38 هو ساعد شوي المدرسين بالقطاع المهني لسد هي الجزئية، بس قديش في عندكم يمكن مجهود كبير اليوم بوزارة التربية فعليا للاستمرار بهي الخطوة؟ يعني نحن عم نحكي عن ألم كثير من الناس، أي حدا مستضيفه من وزارة التربية اليوم بيجينا آلاف الرسائل عبر بريد الصفحة، خصوصا من خلال الحوافز الرواتب قديش نسبة الزيادة رح تكون. فضمن خطة وزارة التربية عم تشتغل على هذا الشيء؟ يعني بالمستقبل ممكن يكون ضمن الجدولة؟ طبيعي، نحن ليس فقط المرسوم 38 هو الذي قامت به وزارة التربية، لكن العديد من القوانين والمراسيم تم تمريرها عبر مجلس الشعب. حكينا عنه من خلال تعويض الاختصاص، من خلال مناطق تعويضات مناطق النامية، من خلال زيادة أجور ساعات التكليف للمدرسين من خارج ملاك، وبالتالي أي فرصة تتاح لوزارة التربية لتحسين وضع المعلم ورفع من مستواه الاجتماعي والمالي المادي، هذا الشيء لن تقصر وزارة التربية بالمطلق فيه. لكن التعليم المهني له خصوصية في وزارة التربية، أنه التعليم المهني يصرف عليه 70% تقريبا صحيح. من ميزانية وزارة التربية، مكلف لأنه صحيح، وبالتالي يعني ثمن التقنيات اللي بدنا نحصل عليها، ثمن التجهيزات، في صعوبة للحصول على التقنيات، مواد التدريب، مستلزمات التدريب، هذه كلها يعني مليارات من الليرات تتطلب للحصول عليها، وهذا من واجب وزارة التربية تأمينه. لذلك العملية ليست فقط بتأمين الموارد وإنما باستمرارية هذه الموارد صحيح.
لأنه هذا قطاع يستهلك كمية كبيرة من المواد والمعدات، وبطبيعة الحال الآلات لما تشتغل كمان بدها تستهلك، وبالتالي صحيح. تتطلب صيانة، تتطلب استبدال أحيانا بعد استهلاكها. هذا الموضوع يؤدي إلى استنفار بشكل دائم في وزارة التربية مديرية التعليم المهني بكل كوادرها من موجهين أولين ومختصين ومدراء وإداريين وكل زملائنا بالمدارس والفروع والمعاهد التقنية التابعة لنا. بشكل دائم الحركة عم تكون عندنا من ناحية تطوير المناهج، من ناحية تطوير المعدات، من ناحية تطوير الأساليب التربوية، حتى الاستفادة من الخبرات الخارجية أو الداخلية، التعاون مع كافة الجهات، التعاون مفتوح مع القطاع العام والقطاع الخاص ممثلا بغرف الصناعة وغرف التجارة. وقعت وزارة التربية الكثير من الاتفاقيات وما زالت يعني تتابع أيضا مواضيع توقيع اتفاقيات للتعاون مع الشركات المتميزة بالسوق المحلية للإشراف بما يسمى بتعليم المزدوج. لدينا في التعليم المهني نوع من أنواع الدراسة والتعليم المزدوج، هو تعليم بإشراف شركة متميزة صناعية أو تجارية تقوم هي أيضا بالمشاركة بوضع مناهج للطالب ومساهمة أحيانا بكوادر تدريسية وخبراء من طرف الشركة، وتدريب هؤلاء الطلاب أيضا في معاملها ومخابرها. هذا الشيء يتيح للوزارة بفتح قنوات كبيرة للاتصال ما بين خريجي التعليم المهني والخبرات والشركات المستهلكة لهذه الخبرات في السوق. طبعا هذه الحركة المستمرة والدائبة لوزارة التربية أدت إلى زيادة الإقبال على التعليم المهني. يعني هذا العام عندنا حوالي 13% زيادة بأعداد الطلاب، طبعا هي زيادة مبشرة، يعني الأرقام إن شاء الله جيدة، ولكن جهدنا الأكبر عم نركزه حاليا للحصول على كوادر تدريسية، لأنه عندنا مشكلة بموضوع أعداد الكوادر التدريسية بسبب اتساع رقعة المدارس المهنية والتقنية وتعدد التخصصات فيها، وبالتالي تطلب هذا يتطلب أساتذة من عدة اختصاصات وفي عدة أماكن في سوريا. يعني ممكن يتواجد هذا اختصاص مثلا بدمشق باعداد اكبر، لكن انا صعب اني انقل الاستاذ لمحافظه اخرى مثلا، وبالتالي بدي ادور على مختص من ابناء المحافظه لحتى يكونوا ما بيتم استثمار الخريجين. الخريجين هلا في عندنا نحن عده قوانين، مثلا الاستفاده من 10% الاوائل مثلا امكانيه توظيفهم حاليا، 3% الاوائل يدخلوا الكليات. عم نحاول نشجع الطلاب انه هن نفسهم يكونوا يعني نشكل نوع من الاكتفاء الذاتي لوزارة التربية من خلال خريجي المعاهد والمدارس المهنية. كثير مهم هذا الشيء. يمكن كمان دكتور يعني مثل ما قلنا بظل هي الصعوبات المادية بيبرز دائما أمامكم تحدي اللي هو المكافآت أو الحوافز والأجور، بالتالي كيف عم بيكون هذا الشيء؟ هل عم بيكون فيه تشجيع؟ ومن فترة يعني أيضا صدر مرسوم للحوافز من السيد الرئيس، فهل عم بيتم استثمار هذا الموضوع؟ طبيعي نحن مثل ما حكينا ان وزاره التربيه لا تألو جهدا باي فرصه او اي امكانيه للحصول على اي انجاز لزملائنا وابنائنا الطلبه من انه تنفذه وزاره التربيه وتسعى فيه بكامل جهودها، والجهود دائما مستمره للحصول على المزيد من المنجزات والمساعدات، وحتى المنظمات الدوليه يعني اليوم سخرت وزاره التربيه كل جهود المنظمات لدعم التعليم المهني والتقني. هذا العام هو عام دعم التعليم التقني والمهني من قبل المنظمات الدولية أيضا. طبعا هي فرصة كمان لوزارة التربية للحصول على موارد إضافية في ظل الشح الموجود حاليا بالأسواق، يعني وإمكانيات الدولة المحدودة بطبيعة الحال بسبب الحصار وبسبب الأزمة، إضافة للبحث عن أي فرصة مع القطاع الخاص أو مع القطاع العام للعمل المشترك. يعني اليوم التعليم المهني عم ينفذ مشاريع مثلا للقطاع العام، عندنا مثلا التعليم المهني بحمص صار مخلص 3 مشاريع مثلا مع وزاره التعليم العالي مع وزاره الاداره المحليه، مشاريع بنيه تحتيه وصيانه، وبالتالي بارقام جيده الحمد لله. في بعده مناطق كمان بحما، في عندنا حاليا كمان بصدد اقلاع مشروع جديد بالتعاون مع وزاره الاداره المحليه مع محافظه حما، وفي حلب نفس الكلام باللاذقيه وكل المحافظات عموما، حتى في دمشق في عندنا عده مشاريع تنفذ حاليا من خلال التعليم المهني لصالح القطاع العام والخاص. فالوزاره دائما اي فرصه ممكن تكون متاحه لنا، يعني السيد الوزير دائما بحرضنا وبقول لنا يعني متابعنا بشكل يومي
وبمتابعة حثيثة أنه ابحث عن أي فرصة لإيجاد فرص عمل للخريجين، فرص عمل للأساتذة، فرص يعني عمل دائماً. للتعاون مع أي جهة، يعني نحن منفتحين للتعاون مع أي جهة قابلة أو قادرة على التعاون مع وزارة التربية. هي جزئية كثير مهمة إذا بدنا نحكي عن عملية التشبيك مع القطاع الخاص، إنه اليوم بنلاقي مشكلة أساسية عند كل الشباب الخريجين هي فرصة العمل. لما يصير تشبيك مع مثل ما قلت دكتور خلال حديثك مع شركات كبيرة بالقطاع الخاص، هون تأمين فرص عمل اليوم لطلابنا، لأنه في عندنا خبرات كثير مهمة ممكن نستفيد منها. قديش هيدا التشبيك كمان بيدعمكم كوزارة؟ يعني لما تقول اختصاص جديد رح يدخل على القطاع التعليمي المهني صناعة الجلود من خلال كمان الاتفاقية بين هاي الشركات، يعني انتم بحاول تطوير دائم للقطاع المهني والتشاركية، لانه نحن بنعرف القطاع العام مثلا هو بشكل مستمر موجود، بس القطاع الخاص بتلاقي عجلة الحركة عنده يمكن اسرع نوعا ما، فبصير في تشاركية من خلال التطوير هاي المهارات. نحن يعني وزارة التربية تفهمت موضوع الروتين وال القوانين الناظمة لعمليات البيع والشراء بين القطاع العام، لذلك يعني دائما نحن نتجه باتجاه القطاع الخاص بسبب المرونة العالية لديهم وسرعة اتخاذ القرار، يعني ما في عندهم مجموعة من الهيئات والوزارات او الموافقات المتسلسلة يجب ان يحصل عليها لصرف مبلغ معين مثلا، وبالتالي هذا الشيء يساهم في تسريع وتيرة العمل والحصول على النتائج باسرع ما يمكن. اليوم اي فكرة ممكن تنطرح بال سوق مثلا او من خلال تصنيع منتج معين مثلا، بين ما احجز له نفقه وبين ما اعمل مناقصه وبين ما نفذ الموضوع وسوقه وكذا، شركه القطاع الخاص قادره خلال شهر مثلا تنجز هذه المهمه اللي انا ممكن ما انجزها بسنه ونص او سنتين. لذلك هذه الفرص المتاحه لدى وزاره التربيه، ابدا لا توفر وزاره التربيه اي فرصه متاحه، ونبحث عن فرص ايضا، نحن نختلق فرص للتعاون مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع المشترك بطبيعة الحال، فأي مجال وجود أي مجال ممكن يستفيد منه طالبنا أو أستاذنا أو الوزارة نحن منفتحين بهذا الاتجاه بكافة الدعم من السيد الوزير والكادر الإداري بوزارة التربية بكل مستوياته. دكتور محمود، يعني قبل ما نختم حديثنا اليوم هو ذكرى عيد المعلم السوري، شو بتحب توجه كلمة اليوم لكل المعلمين بجميع القطاعات التعليمية في سوريا؟ اولا نبارك لهم في عيد المعلم، هم اساتذتنا، يعني بطبيعه الحال نحن خريجين هذه المدارس واساتذتنا ما زالوا الحمد لله على راس عملهم، نفتخر فيهم وان شاء الله نكون عند حسن ظنهم بادائنا كمان، ونامل انه نكون قادرين على ايجاد شيء جديد لهم وايجاد اي فرصه للمساعده ولرفع وتحسين مستواهم المعيشي، لانه دائما يعني تطور البلد مرهون براحه الاساتذه، اذا كان الاستاذ والمعلم مرتاح ماديا ومعنويا ونفسيا فالبلد بخير. اكيد تحيه لكل معلم سوري اليوم عم يتابعنا، نحن يمكن عم نحاول نضوي على عدد من التفاصيل اليوم خصوصا بالقطاع المهني، بنعرف قديش بياخذ من الوزاره مجهود مادي ومعنوي كثير كبير، نحن ضمن 10 سنوات من الحرب وحصار اساسا اقتصادي، يعني القطاع المهني بيحتاج دائما لتقنيات جديده، فهي مشكله يمكن نوعا ما عم تعانوا فيها بوزاره التربيه الحصول على هي التقنيات. اليوم حضرتك معاون وزير التربيه لشؤون التقنية، كيف عم تقدروا اليوم هي القصه تحلوها؟ يعني بطبيعه الحال اولا يعني الحمد لله تفتخر وزاره التربيه انها من الوزارات التي لم تتوقف الحركه فيها حتى باحلك ظروف الحرب كانت مدارسنا تداوم. صحيح. وبالتالي دائما نحاول انه تكون استمراريه العمليه التعليميه، استمراريه الحصول على المعدات والتجهيزات مهما كانت الصعوبات والظروف وحتى الصعوبات الماليه، يعني اليوم نقدر بشكل كثير كبير وعالي الاولويه التي تتاح لوزاره التربيه من خلال الحصول على القطع النادر لتمويل التعليم المهني ومتطلبات ومستلزمات التدريب. هذا الامر يعني يقدر بشكل بقيمه انسانيه وقيمه معنويه للوطن، لانه تطوير الكوادر وبناء الكوادر الشابه لبناء مستقبل الوطن، هون من هنا تبدا اعاده اعمار سوريا التي نحلم بها. أكيد. بالنسبه لوزاره التربيه طبعا اي فرصه تتاح لها سواء داخليه او خارجيه نتعاون مع كل الجهات اللي ممكن تقدم لنا مساعدات سواء عبر الحصار او بدون الحصار او من تحت الحصار، نحن
منفتحون لأي مستمرين أمر لأمن استمرارية العملية التعليمية لدينا والحصول على أحدث التقنيات لطلابنا وتأمين أحدث المناهج التدريبية والتربوية للطلاب والتأهيل العالي لمدرسينا إن شاء الله. إن شاء الله بدنا نشكرك على وجودك معنا ونقول لك مرة ثانية كل عام وأنت بخير ويعطيكم العافية كل الجهود اللي عم تقوموا فيها. شكرا لكم. أكيد بدنا نشكرك الدكتور محمود بني مرجي معاون وزير التربية لشؤون التقنية، شكرا لكم وأكيد مجهود كتير كبير عم تقوم فيه وزارة التربية ضمن الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، مشكورين يعطيكم ألف عافية. شكرا لك.